هذا احنا الان سوق العرصة في دبي. هذا سوق العرصة في دبي زي ما شايفين في الوسط. العرصة دائما هي تعتبر المساحة الواسعة الموجودة. هاي نورة ارمي لي هاي خلصتيها؟ وهاي السلام عليكم ورحمة الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نورة الآن. وهذه المنطقة هاي الشركات التجارية تبيع كثير من الطناجر الأدوات المنزلية. طبعا مبني على الطراز القديم بتاع صورة الشيخ زايد رحمه الله. والعاد قبة الصخرة. قبة الصخرة شوف اللي اسمها ذكرنا بالقدس. قبة الصخرة للتجارة. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبة الصخرة هون. وهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.